يا محمد محروس ولا ولا محمد محروس؟ خلي بالك عشوه حبكم الله يا شكل، حبكم الله يا شكل. بقالي اسبوع تقريبا بجرب موبايل اونر فيو 20 الجديد. اكتر حاجه عجبتني في الموبايل هي الكاميرات. حبيت اعمل فيديو بيتكلم عن الكاميرات بس علشان نشوف هل الكاميرات تستحق كل الضجه دي ولا لا. خلينا نبدا بالكاميرا السيلفي اللي في الفيو 20، 25 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0. الكاميرا هنا محطوطه في ثقب في الشاشه اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. خلينا دلوقتي في الكاميرات. جربت الكاميرا السيلفي في الاضاءات المختلفه وهعرض عليكم صور كتير متصوره بالموبايل دلوقتي. اللي لاحظته ان التفاصيل واضحه، الالوان مظبوطه جدا، معالجه الصور بتحاول تقلل اي نويز في الصوره بشكل كبير، العزل او البورتريه كويس جدا على انه بيتعمل بالسوفت وير من غير كاميرا تانية عشان العزل. اكتر حاجه اخدت بالي منها هو الصور اللي لو في شمس او مصدر اضاءه قوي في وش الكاميرا السيلفي الصور بتطلع مش مظبوطه، انما في اي وضع تصوير تاني الصور ممتازه ومليانه تفاصيل. وبالصدفه كنت ماشي بالموبايل فتره ومعايا الاف 9، حبيت اخد صورتين بالموبايلين علشان اوريكم ان برغم ان الاثنين نفس الارقام الا ان السوفت وير والمعالج بيفرق جدا في الصوره النهائيه، زي ما هو واضح في تفوق كبير للفيو 20 عن الاف 9 اللي ناس كتير بتقول عليه ملك السيلفي بعيدا عن فرق السعر الكبير ما بينهم. وفي اوبشن لذيذ في الكاميرا السيلفي وهو الاي ار ايموجيز. هتقدر تركب ايموجي على وشك وهيتعرف على حركات وشك ويقلدها، وهتعمل بيه فيديوهات لذيذه جدا زي اللي كان في الانترو بتاع الفيديو ده. اونر فيو 20 هو اول موبايل استخدمه بكاميرا خلفيه 48 ميجا بكسل. الاعتماد الرئيسي هنا على كاميرا واحده 48 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8، في كاميرا ثانيه تي او اف علشان التصوير 3D. سيبك من موضوع 3D ده دلوقتي وخلينا نركز في الكاميرا الرئيسيه. من اعدادات الكاميرا بتقدر تظبط الصوره اللي انت عاوز تاخدها، يا اما 48 ميجا بكسل الترا كليرتي، ودي بتطلع تفاصيل كتير جدا جدا، بس لازم تثبت الموبايل شويه وانت بتصور، هياخد الصوره تقريبا في حوالي 3 ثواني. او ممكن تخليها 48 ميجا بكسل عاديه والصوره تتصور على طول، او حتى 12 ميجا بكسل. وطبعا تقدر تتحكم في الذكاء الاصطناعي تقفله او تفتحه، وفي اكتر من 1500 سيناريو علشان يقدر يحسن الصور والالوان اللي طالعه من الكاميرا الخلفيه. بالنسبه للعزل فتقدر تتحكم في شكل العزل بالظبط، تحدد البلورنج اللي بيبقى على الصوره يبقى شكله ازاي، وكمان باستخدام الكاميرا 3D بتقدر تحدد الجسم اكتر عن طريق البودي شيبنج وبيبقى فيه عمق للصوره. بس عموما ما لاحظتش اختلافات جوهريه باستخدام البودي شيبنج من عدمه. خليني اعرض عليكم صور متصوره بالموبايل، هتشوف بنفسك جوده التصوير خصوصا بالليل. تقريبا ما احتجتش ولا مره استخدم الفلاش او حتى النايت مود بتاع الكاميرا، الصور على طول واضحه جدا مع تفاصيل كتير، الوان مظبوطه. حقيقي مشكله ان الصور بتبقى كويسه على الموبايل ولما تيجي تشوفها على الكمبيوتر على شاشه كبيره بتلاقي فيه تفاصيل كتير مش واضحه وفي نويز كتيره، اتحلت في الموبايل ده. الصور هنا على شاشه كبيره ممتازه ومليانه تفاصيل، وحتى لما بتعمل زوم في تفاصيل عينك ما بتبقاش شايفاها وانت بتصور بتلاقيها في الصوره. وانا جربت اصور نفس الصوره مرتين بال 48 ميجا بكسل الترا كليرتي وال 48 ميجا بكسل العاديه، ولقيت فرق كبير في التفاصيل لصالح الالترا كليرتي. شابو اونر على الكاميرا دي. هسيبكم مع باقي الصور وبعد كده هعرض عليكم فيديوهات متصوره بالموبايل. بالنسبه بقى لتصوير الفيديوهات فالاونر في 20 بيقدر يصور 4K 30 فريم في الثانيه، وبيصور 1080p يا اما 30 فريم في الثانيه يا اما 60 فريم في الثانيه، ويصور سلو موشن لحد 960 فريم في الثانيه. دلوقتي انا بصور 4K، الثبات الالكتروني شغال زي ما انتم شايفين، وهسمع معاكم الصوت في الفيديو النهائي لان طبعا وانا بسجل مش سامع الصوت. تشوف جوده تسجيل الصوت يعني والعزل بتاع الدوشه وكده عشان انا يميني وشمالي طريق زي ما انتم شايفين. في حاجه بس خدت بالي منها ان طبعا لما تيجي تصور على 1080p 60 فريم
الثبات الالكتروني بيقف لان 60 فريم رقم كبير طبعا على ان هو يقدر يثبت الفيديو في ال 60 فريم ده، انما 30 فريم على 4K وعلى 1080 بي الثبات الالكتروني شغال بشكل ممتاز. ودلوقتي هعرض عليكم فيديو تصوير ليلي. اما بقى بالنسبه للتصوير بالليل، فانا دلوقتي بصور بالاونر فيو 20 ب 1080 بي 30 فريم في الثانيه، بصور في طريق الاضاءه فيه ضعيفه جدا وفي كشافات عربيات جايه في وشي، دي حاجه صعبه على الكاميرا انها تهندلها، ومع ذلك انا شايف التصوير حلو جدا على الشاشه قدامي، تقريبا مفيش نويز والثبات الالكتروني ممتاز. هندخل بقى دلوقتي مع بعض في التصوير السلو موشن. مش حابب اطول عليكم في الفيديو ده. دي كده كانت تجربة للكاميرات بتاعة الفيو 20. الموبايل مليان مميزات تانية كتير وفي بعض الملاحظات عليه، والكلام ده هتعرفه في فيديو المراجعة الكاملة اللي هينزل قريب. النسخة اللي هتنزل مصر 256 جيجا مع 8 جيجا رام بمتوسط سعر حوالي 12000 جنيه. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، واعمل كومنت وقول لنا رأيك في الكاميرا. وعلشان تشوف فيديو مراجعة الموبايل بالكامل اتأكد انك عامل سبسكرايب ومفعل الجرس. كان معاكم احمد من موقع موبيزل لمراجعة الموبايلات.